عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة من قناة حمادة. هركب بدل الكاسيت ده. كاسيت قبل وبعد ده صح؟ كاسيت بايونير. هاتوا شايفين الكاسيت ده فضاوة. وهنعمل السند ورا هنا. في أربع سماعات. الشغل اللي هتعمل ده ان شاء الله في لانسر بوما. وزي ما انتم شايفين الكاسيت الشاشة بايظة وهنا فتحنا للسماعات. وادي الستاند اهو بنعمل فيه. تيجي نبص على الستاند القديم. وادي الستاند القديم مفيش ستاند خالص. الدغدغ المهم ايه، هنركب الستاند ونعمل وادي الستاند اللي هنعمله ونركب ونتفرج مع بعض كده. حطينا العلام عشان نعلم السماعات. نعلم السماعات اربعة في لانسر بوما مع الستاند الجديد بدل ما كسر. الستاند بعد ما خلص اربع سماعات على لانسر بوما. عايزين نحط الموكيت بقى ونظبط الدنيا. نشوفكوا بعد ما نخلص. الاربع سماعات هركبوا في العربية. اتنين 700 كينوت واتنين بايونير قديمة. نروح نركب في الستاند ونرجع تاني. يا جماعة الستاند بعد ما خلص بتاع لانسر البومة. انا تعبت لان طبعا الستاند القديم المفروض كنت بعمله اسطمبة. بس ايه عملنا الحمد لله. طبعا كان مدغدغ فتعبنا عبات ما ظبطته مع الستاند ورا. هذا الستاند خلص اهو. هنروح نفطر. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ونرجع نكمل شغل. السلام عليكم. وده الكاسيت البايونير بعد ما ركب. طبعا انتوا عارفين شكل البايونير. عم حمادة بيقول لي متر. تمام. كده احنا ركبنا الكاسيت البايونير. اهو. شغلنا عليه اليو اكس. هو فلاشة بس احنا مشغلين اليو اكس. تعال نبص على قد كده ورا ركبت ازاي الستاند والسماعات. وادي السماعات يا جماعه. بصوا منظرها بيه الستاند كان مقطع ومكسر. الستاند اربعه اتنين بايونير واتنين كينويد. البايونير ده 600 زر قديم وده لك كينويد 700 طبعا. اتنين واتنين اربعه. بصوا منظر الستاند. نشغل كده مع بعضنا ونشوف الصوت ايه. ركبنا كاس البانير مع اربع سماعات ورا بستاند جديد وجي ام 250 واط سيمفوني. والصوت زي ما انتم شفتوا كده صوت حاجه محترمه. معانا صاحب العربيه استاذ احمد محسن. ازيك يا استاذ احمد؟ حبيبي يا باشا.
ايه الاخبار يا باشا؟ مية مية يا باشا. كل سنه وانت طيب. انت طيب حضرتك؟ ايه رايك في اللي احنا عملناه النهارده ده؟ شغل من الاخر الصراحه. غيرنا لك العربيه خالص استاذ حماده، يعني ايدي تتلف في حرير حبيبي يا باشا، تحت امرك. كملناش ساعه زمن وركبنا عده الصوت، يعني مبروك بسم الله ما شاء الله عليك يا باشا. والله بجد نمبر 1 في محافظه المنيا استاذ حماده. ايه رايك في الصوت راح ده؟ الله يبارك لك. الله يبارك لك والله حبيبي يا باشا، ربنا يخليك. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا باشا، ربنا يستر عليك باذن الله يا رب. حبيبي يا باشا، السلام عليكم.